الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم درس جديد وأداة جديدة من أدوات أوفيس 365، وهي إزاي نعمل قناة زي قناة اليوتيوب على الأوفيس 365. في برنامج متواجد عندنا في من ضمن مجموعة الأوفيس الخاصة ب 365 اسمه مايكروسوفت ستريم. لو بصينا كده على الأبس اللي موجودة عندنا، نعرض أول أبس، ننزل لتحت واختار مايكروسوفت ستريم اللي هو بالشكل ده. هضغط على الستريم، هيظهر معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب ايه فايدة بقى برنامج ستريم وهستخدمه في ايه؟ في حاجتين انا ممكن استفيد بيها من برنامج ستريم. اول حاجة وهي انشاء قناة زي قناة اليوتيوب، احط الفيديوهات اللي انا عاملاها عليها خاصة بيا، وانشئ قناة خاصة بيا واقسمها زي ما انا عايزة، احط الفيديوهات بتاعتي واعمل لها اورجنايز زي ما انا عايزة. ده اول استخدام وده اكثر استخدام لي. في استخدام تاني ان معظم الفيديوهات اللي احنا سجلناها في السيشن الاونلاين سيشن كلها بتتخزن على البرنامج ده، فانا ممكن ارجع للفيديوهات اللي انا خزنتها او سجلتها مع الطلبة واحطها في القناة بتاعتي من ضمن الايه الفيديوهات اللي انا عملتها. طيب نشوف مع بعض ونستكشف مع بعض البرنامج ده. انا لو بصيت هنا هلاقي دي الصفحة الهوم الخاصة او الصفحة الافتتاحية الخاصة بيا، وممكن من خلال السهم ده هبتدي اجيب قدامي ابلود فيديو عشان ارفع فيديو، او ان انا ابحث عن فيديو في المكتبة الخاصة بالفيديوهات زي يوتيوب، او ان انا ابحث عن قناة معينة او ابحث عن جروب معين او اعمل انفايت لحد معين. يبقى اعطيني مجموعة اوبشنز هنا بختار منها اللي انا عايزاه. طيب انا مش عايزة الاجزاء دي، انا هبتدي ارجع للشريط المنيو بار اللي قدامي وهبتدي استخدمه. اول حاجة زي ما شفناها انا عندي الهوم ده زي ما بيظهر، وبيظهر كمان عندي لو بصينا في اسفل الشاشة تحت في شوية فيديوهات لو انا عايزة اعرف ازاي استخدم البرنامج ده، وسهلة جدا لو فتحتها هيعرض لي ازاي انفذ اي امر زي ما انا عايزاه من خلال المايكروسوفت ستريم. ده تيتورينج للبرنامج نفسه. طيب لو جينا هنا انا دلوقتي عايزة انشئ قناة خاصة بيا، بروح على كرييت وابتدي، يا اما هرفع فيديو يا اما هنشئ قناة، فانا هختار ان انا هعمل ايه كرييت شانل. اول ما بتظهر قدامي الشاشة اللي احنا شايفينها دي، وهبتدي هنا ابتدي اكتب اسم القناة الخاصة بيا. فانا نشأت قبل كده كمبيوتر ساينس، فانا ممكن اكتب ايه قناة اسمها قناة اللغة العربية، ممكن اكتبها كده باللغة العربية، قناة اللغة العربية، تمام. والديسكريبشن ده خاص بي، بكتب كلمات دليلية او مفتاحية بتساعدني في عملية السيرش، يعني القناة دي ممكن تكون ايه متخصصة في ايه، ممكن اقول شرح قواعد النحوية مثلا للصف الاول الثانوي، تمام. طيب هل القناة دي هبتدي هنا مين اللي هيوصل للقناة دي؟ هل هي قناة لجروب معين؟ الجروب هنا نتذكر الجروب زي الجروبات الخاصة بالتيم، وفعلا هي بتربطها، ممكن تبقى قناة خاصة لجروب عندي في التيم، ولا هي قناة للمؤسسة بتاعتي او الشركة بتاعتي او المدرسة بتاعتي او مجتمع ستيم. فانا طبعا بختار انها تكون عامة للدومين بتاعنا الخاص بستيم، تمام. وممكن احط لها صورة من هنا واختار اي صورة انا عايزاها، وليكن الصورة دي، تمام. واقول له اوبن واقول له كرييت. كده انا نشأت قناة اسمها قناة اللغة العربية بشرح قواعد اللغة النحوية للصف الاول الثانوي. وهنا طبعا ايه الصفحة بتاعتي طبعا ان ما فيهاش اي فيديو خالص، ان انا هبتدي ارفع عليها الفيديو بتاعي، فهروح للاوبشن ده او الاختيار ده وهقول له select more file، او هنا ان انا عايزة ارفع ملف او ارفع فيديو عليها، فهقول له select more file.
هيظهر قدامي ديسكتوب وسطح المكتب، واختار الملف اللي انا عايزاه يكون عندي. مثلا زي انا هختار مثلا هنا في كمبيوتر ساينس، ديسكتوب كمبيوتر ساينس مثلا، في فيديوهات اختار فيديو مثلا زي النتورك وابتدي اكمل. طبعا انا مش هكمل الفيديو ده، بس ايه ده مثال توضيحي. هبص هنا هلاقي هنا في البروجرس بار اللي هيوضح لي عملية التحميل الخاص بالفيديو. هنا هكتب اسم الفيديو بتاعي اللي انا عايزاه، هنا برضو كلمات دليلية بتوصف الفيديو اللي انا عايزاه، وهنا هبتدي اختار اللغة بتاعة الايه الفيديو اللي انا هرفعها، وطبعا هتكون باللغة العربية، واختار لغة ايه عربية زي اليوتيوب، بحيث ان انا لما يتم البحث عنها يتم البحث عن فيديوهات لغة عربية. طيب هنا في البرميشن، هنفتح البرميشن ونشوف ايه البرميشن ده. ده هنا بتحكم في عملية مين اللي هو هيشوف الفيديو ده، عايزة اي حد في المؤسسة بتاعتي ولا عايزة حد في الجروب. فطبعا انا بتأكد ان انا متشيكة على الاوبشن ده، تمام. وبعدين بقول له اوكي. طبعا لو لقينا هنا هبص الحاجتين، في عندي شير وعندي بابلش. بابلش مش هلاقيه فعال وشغال معايا الا لما يكتمل تحميل الفيديو بتاعي عشان ابتدي اعمل بابلش. طب شير دي بتستخدم في ايه؟ شير دي بتستخدم في ان انا لو دوست عليها بيجيب لي اللينك بتاع الفيديو بتاعي اللي انا اشيره للناس عشان تتفرج عليه، او ان انا احطه مثلا في برنامج تيم، او احطه عندي ابعته للطلبة في ايميل عشان يخشوا عليه زي ما انا عايزة. طب هنا الستارت، انا ممكن هنا اشير جزء من الفيديو، انا ممكن اشير الدقيقة رقم كام من الفيديو، الدقيقة التانية، الدقيقة التالتة، الدقيقة الرابعة، زي ما انا عايزة، تمام. وممكن يبقى فروم زيرو، يبقى هشيره من بدايته خالص. فانا بتحكم في الايه في المدة اللي انا بشيرها، هل الفيديو كامل يبقى من زيرو لزيرو، او ان انا اكتب الدقيقة الخامسة، او ابتداء من الدقيقة الخامسة هيبتدي يشير. طبعا انا باخد الكوبي لللينك من خلال الزرار ده واقول له كلوز، تمام. هرجع تاني هلاقي البابلش ما اشتغلتش معايا، لان انا لسه الجزء ده ما اكتملش التحميل. اول ما يكتمل التحميل هلاقي عندي زرار بابلش ده هيبتدي يتفعل معايا، وهدوس على بابلش، تمام. انا هرجع تاني، المفروض هياخد مني وقت كبير، فهرجع له مرة تانية. نروح بقى لحاجة تانية خاصة بالقناة التعليمية أو القناة اللي أنا عايزة أنشئها. أنا هستعرض إن أنا أستعرض قنوات تانية. فأنا مثلا هنا ماي كونتنت، الماي كونتنت دي المحتويات بتاعتي، بيجيب لي الفيديوهات بتاعتي اللي أنا رفعتها سواء على تيم أو أنا نشأتها هنا على القناة. ممكن تكون فيديوهات خاصة بالجروب بتاعي، جروبات بتاعتي، أو الشانل اللي أنا عملتها. فأنا مثلا أنا عاملة شانل خاصة بيا في الكمبيوتر ساينس، فأنا هدوس على الشانل، تمام. هيجيب لي انا عامله كام شانل، عامله واحده خاصه بالكمبيوتر، واحده بالعربي اللي انا لسه عاملاها دلوقتي. طيب بتاعه الكمبيوتر اللي لاحظت انا حاطه فيها كام، حاطه فيها فيها 3 فيديو. فلو دوست عليها هيعرض لي ال3 فيديوهات اللي انا حطاها في الايه في القناه ده. فانا هنا حاطه الشرح بتاع التيمز، ال3 شروحات اللي انا شرحتها خاصه ببرنامج تيم، وحطيتها في الجزء ده، تمام. طب انا هرجع تاني او هفتح تاني، هرجع مرة اخرى، تمام. طب لو باللغة العربية طبعا هلاقيها فاضية، وهلاقي هنا عدد المشاهدات لسه زيرو. طب انا عايزة الغيها، بدوس هنا، فممكن اعدل فيها، ممكن الغيها، ممكن اعمل لها شير، فانا هعمل لها ديليت. تمام. طيب في حاجة تالتة أخيرة وأنا ممكن كمان أعرضها، اللي هي ماي كونتنت، المحتويات بتاعتي وأون الفيديوز. هنا بقى مش هيجيب لي القنوات، أنا هيجيب لي الفيديوهات بتاعتي، ممكن تكون في قناة أو في غير قناة. فهفتح الفيديو، هيظهر معايا الفيديوهات الخاصة بيا، هلاقي تيم وتيم، وهلاقي مثلا أنا كنت قبل كده رافعة النتورك، وهلاقي هنا السيشن بتاعة الجريد 10 الخاصة بالجيرلز، هلاقي الفيديوهات بتاعتي. وهلاحظ من الجزء ده لو انا عايزه مثلا الغي فيديو معين اعمله ديليت، بشيله من هنا، او ان انا عايزه اعمله شير باخد اللينك من الشكل ده، تمام. نفس الشيء بالنسبه هنا اهي، يا اما بعمل ديليت، يا اما ممكن اعمل داونلود للفيديو، يا اما بعمل شير للفيديو. اوكي،
ده كان شرح النهاردة للمايكروسوفت ستريم، ياريت يكون فيه استفادة، وياريت انكم تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.